وراه شي بعلي المباركي ما خاطر انا سمعت نور الدين الطبوب اليوم قال لي من انت. انا قلت من انتم؟ نحكي على البندير. هو سالني من انت؟ انا نقول وصل سي بعلي وكب حداك خاطر سي بعلي المباركي راه ما يعرفوش علاقات معاه شخصيه لو خيال تاع اتحاد الشغل. المباركي معايا في معهد الذكور بصفاقس وكنا نلعبوا في السياسه وانا اضطرت لاسباب سياسيه عمري 15 سنه هو اضطرت في جرتين في لسيت غارسون يعني يوكا سي دور الدين طبوبي يقول له ما تبعدش بعيد اسال سي بوعلي وكا قاعد بحذاك تحكي لك القصه كامله. انا قلت من انتم؟ قلت على الجماعه هذوكم من انتم؟ علاش انتم جايين توقفوا معناها في وسط في وقف المفروض تحميوها انتم كيما نحن وقت اتحار الشغل هجموا عليه ناس بالهيروات وروابط حمايه الثوره كنت تذكروشي كيما الجماعه هذوما اللي جاونا في نهار السبت كنا واقفين واحنا راهو نعملوا فرق ما بين اتحاد الشغل وقيادته واهداف ومنظمه وما بين المجموعه الصغيره هذه نتاع صفاقس اللي صفاقس كل تشكى منها اللي كانت ورا اللي صار في السبيطار نتاع صفاقس الناس كل تعرفوا مدير السبيطار عام ما دخلش الواحد نتاعو واللي هما نقول لك حاجه وين وزن كلامي مليح